إعلان رئيس الوزراء أنه المؤسسات الدولية الكبرى أكدت على أن مصر هتقوم بقيادة اقتصاد الشرق الأوسط وهتدفعه نحو النمو بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية. كمان يمكن رئيس الوزراء اتكلم على الصحة واتكلم عن التعليم وعدد من النتائج الإيجابية اللي اتحققت نتيجة لاهتمام الدولة بالملفين دول وأنهم اتحطوا على قائمة أولويات الحكومة. خلونا الأول نتابع جزء من كلام رئيس الوزراء عن أهم ما تحقق خلال المرحلة اللي فاتت واللي هيحصل خلال المرحلة اللي جاية. مع حضراتكم نرجع مرة تانية. يعني كلنا نبقى نعي في وقت اقتصاديات العالم كله بتتجه إلى النزول، وكل مؤشرات المؤسسات الدولية بتقول إن يعني بعد ما كانت حاطة معدل نمو متوسط للعالم كله حوالي 3.4 ده اللي هو اقتصاديات العالم، دول متقدمة مع نامية لما بيجمعوا مع بعض بيقولوا في متوسط 3.4، رجعوا بعدها بفترة مؤخرا نزلوا الرقم إلى 3% فقط، يعني شالوا 0.4% من المتوسط، لأن هم بيقولوا إن المؤشرات اللي احنا شايفينها والاقتصاديات الدول بما فيها الكبرى بتتجه للنزول مش حتى للثبات. فاحنا الحمد لله لما نيجي نبص على اقتصاد مصر بالمقارنة بكل هذا الموضوع، احنا الحمد لله ماشيين بصورة جيدة جدا، والاقتصاد بتاعنا بينمو، وبرضو يمكن ده الكلام ده اشارت اليه كل الجهات الدولية ان مصر، يمكن كان لسه في تقرير من امبارح او اول ان بيقول ان مصر هي اللي هتقود اقتصاد منطقة الشرق الاوسط في خلال الفترة الجاية عشان تدفعه الى النمو. يعني احد هيبقى اهم نقط اللي هتبقى بتدي إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط كله هو الاقتصاد المصري. فدي كلها يعني إن شاء الله حاجات بتدعونا كلنا إن إحنا الحمد لله آدي بشائر الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا كلنا تحملناه كمصريين في الفترة اللي فاتت، انتهت يعني الإجراءات زي ما بنقول اللي إحنا كلنا تحملناها بمنتهى الصبر والقوة عشان خاطر بلدنا، وإن شاء الله الفترة الجاية زي ما إحنا وبدأنا بالفعل، ويمكن السيد وزير التموين برضو هيشرح لنا يعني جزء كبير من الأرقام برضو اللي معالي الوزيرة هتقولها، هو معدل التضخم زي ما حضراتكم أكيد سمعتوا الشهر اللي فات 4.3 بالمقارنة نفس الشهر اللي فات. يا جماعة أنا بدي بس الأرقام، إحنا سبتمبر 19 معدل التضخم 4.3، سبتمبر 18 كان 15%. طيب هو أهم حاجة كمان إن رئيس الوزراء، ويمكن زي ما بنتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهو بينشر عدد من المعلومات والبيانات بالأرقام والإحصائيات عشان نعرف اقتصادنا إزاي، المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي بتتابع الأرقام النسب اللي اتحققت، الاقتصاد الخطة الإصلاح الاقتصادي إزاي أتت ثمارها أو نتائجها على الأرض. فالكلام ده مهم لما يتقالك في نقاط محددة، سواء هنبتدي باللي قاله آخر حاجة قالها رئيس الوزراء موضوع معدل التضخم، لان ده كان هم كبير جدا، لانه تبقى الفلوس ملهاش اي قيمه وسياسه عرض وطلب، وتبقى يعني تبقى الوضع اصعب مما يتحمله الاقتصاد، اقتصاد البلد واقتصاد المواطن. فقصه انخفاض وتراجع معدل التضخم في الفتره اللي فاتت ده مؤشر جيد، بالاضافه كمان لزياده معدل النمو، احنا بنقول 5.6% وفي كمان توقعات انه يرتفع اكتر 6.8% خلال الفتره اللي جايه، والنسب دي كمان بتعتبر مؤشر مهم قوي وانجاز اتحقق واحنا بنتكلم على تراجع في الاقتصاد العالمي او في نمو الاقتصاد العالمي في الفتره اللي فاتت، وتوقعات بتراجع اكتر خلال الفتره المقبله. كمان رئيس الوزراء لما يتكلم على انخفاض معدل البطاله، وعندنا كمان قصة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لما برضو نتابع مع حضراتكم الجزئية المتعلقة بقيمة الجنيه أمام الدولار، وإنه خلاص بنتكلم على 16 تقريبا، يعني 16 جنيه دولار بيعادل يعني 16 جنيه تقريبا. فكل اللي احنا بنتكلم فيه ده بيقول إنه شهادة ثقة في الاقتصاد المصري بتبقى ورقة برضو الحكومة أو القيادة السياسية بتعرضها أمام الرأي العام العالمي، بتعرضها أمام المستثمر الأجنبي علشان تقول له آدي المؤشرات وآدي المناخ العام. كان الاهتمام بمشاريع قومية وبملفات كتيرة علشان تحقق العائد وتحقق فرص عمل وتتعامل مع التضخم وتتعامل مع البطالة. في ملفين
اللي هو ملف التعليم وملف الصحة، كان كتير من الناس بيقولوا، وده حقيقة بالفعل، إنه الاهتمام بالملفين دول يعني كان غايب لسنوات طويلة جدا، فبالتالي تراجعت الصحة وتراجع التعليم في مصر. لكن لما نقول دلوقتي إنه الدولة بتهتم، والعنوان عنوان المرحلة الحالية هو بناء الإنسان المصري، وبنأكد دايما على الجزئية دي، وده بيتحقق من خلال حاجتين، الصحة والتعليم. ورئيس الوزراء بقالنا فترة في كل اجتماع للحكومة بيأكد على المعنى ده، وبيقول ما عندناش أهم من الصحة والتعليم، نشتغل عليه في الفترة الحالية. وده اللي أكد عليه تاني النهاردة، وقال إنه اعتبارا من شهر يناير اللي جاي أي مبالغ هتتوفر من الموازنة العامة للدولة على طول هتتوجه لقطاع الصحة وقطاع التعليم. عارفين احنا عندنا في التعليم مشروع قومي لتطوير التعليم، يتحمل بقى كتير من المفردات، بتكلم على مدارس، على تطوير المناهج، بتكلم على تدريب المعلمين، بتكلم بقى على الأدوات المساعدة اللي هي التابلت والحاجات دي كلها. أما في الصحة عندنا منظومة التأمين الصحي الشامل، وده محتاج تمويل. عندنا مبادرات صحية الدولة شغالة عليها، ودي برضو محتاجة ميزانية. فإنه يتم توفير أي وفر يتحقق من الموازنة العامة للدولة يروح على طول للقطاعين دول، فده شيء مهم وإيجابي وبيأكد على المعنى. أنا ممكن تقول أنا أولويتي الصحة والتعليم، لكن ما بنلاقيش الفلوس اللي تصرف على ده، فبالتالي تبقى الأولوية ملهاش محل أو مردود على الأرض.